في ترحيب ما عم بقدر بفهمه بحكومة نفتالي بنت بإسرائيل، لا سيما وأنه صادر عن أوساط ليبرالية ويسارية، ومرده الوحيد أنه بنت أزاح بنيامين نتنياهو، لكن كمان مرده إلى مشاركة أحزاب يسارية بالحكومة العتيدة واعتبارها حكومة مركز ويسار. الحقيقة ما بعرف ليش هيدي حكومة مركز ويسار، مشاركة أحزاب يسارية فيها ستكون ضئيلة جدا، لسيما أنه اليسار الإسرائيلي أصلا صار الحلقة الأضعف بالمشهد السياسي الإسرائيلي. أما قصة أنه بنت في موقع المركز وليس اليمين فما له ما يبرر على الإطلاق. برنامج الحكومة بيكشف أنه هو على يمين نتنياهو، خصوصاً بما يتعلق بالقدس والاستيطان وغزة، وهو سيكون أكثر رشاقة بدفع المستوطنين إلى مزيد من السطو على أراضي الفلسطينيين في القدس والضفة، طالما أنه بحكومته في مروحة تمثيل أوسع. هيدي حكومة يمين، لا بل يمين اليمين، ومش حكومة مركز ويسار. اليسار رح يعطيها شرعية أوسع، بس ما رح يقدر ياخد منها بيت واحد بالشيخ جراح. وهيدي حكومة اليمين القلق، طالما إنها مش حكومة الليكود ورح تضل محكومة بالسقوف اللي بيحطها الليكود، لا بل رح تزايد عليه لتثبت شرعيتها. لكن الأهم بالنسبة لنا نحن الجيران العرب أنه في تحدي شديد الحساسية رح تطرحه علينا هيدي الحكومة، وهو أنه القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس رح تكون ممثلة بهيدي الحكومة. هيدا تحدي كتير كبير، وأول مرة بيواجهنا منذ قيام دولة إسرائيل. الحكومة الإسرائيلية التي ستتخذ قرارات حرب ومواجهة مع الفلسطينيين، قرارات توسيع الاستيطان، سيكون جزء من فلسطيني الداخل ممثلين فيها، لا بل سيكونون جزء من قرارات الحرب على فلسطيني الضفة وعلى غيره من جيران إسرائيل، وجزء من قرارات الموافقة على مزيد من المساحات الاستيطانية. لطالما الواحد كان ضد اللغة الشعبوية المرتابة بانخراط الفلسطينيين بالداخل بالمشهد السياسي الإسرائيلي والانكفاء عن طلب المواطنة الكاملة، لكن منصور عباس اختار اللحظة الغلط للذهاب خطوة أبعد في هذا الطلب. اختار لحظة حادة ليكون جزء من حكومة مواجهة، مع العلم أن وجوده بهذه الحكومة لن يكون له تأثير رادع على قراراتها. خطوة القائمة العربية المشتركة اليسارية المنافسة للقائمة الموحدة الإسلامية أكثر عقلانية، هو عدم المشاركة بالحكومة والتصويت لها بالكنيسة بهدف معاقبة نتنياهو. لكن الأكيد أنه نحن هالمرة أمام حقيقة مشاركة قائمة عربية منتخبة بحكومة يمين إسرائيلي. هيدا مش تفصيل، هيدا له ارتداداته على النسيج الاجتماعي وعلى العلاقات بين مركبي الهوية في القدس والضفة من جهة، وفي الداخل من جهة أخرى. وبهذا الوقت كشفت انتفاضة الداخل أن هناك جيل فلسطيني في الداخل خارج هذا المشهد تماما، ربما بيتولى هو رأب هذا الصدع.